أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كشفت مصادر دبلوماسية عن أبرز ما تضمنه اتفاق الرباعي الدولية بشأن اليمن، وتتمحور أبرز نقاط الاتفاق حول تسلسل الخطوات السياسية والأمنية التي تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل سوف تحدد تفاصيله خلال المفاوضات. بحسب المصادر فإن السلطات الرئاسية لن يجري نقلها إلا بعد أن تبدأ الأطراف بتنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية. في هذه الحلقة سنناقش أبرز نقاط الاتفاق ومواقف الأطراف وآفاق التسوية السياسية وفقا لهذا الاتفاق. لا تزال مخرجات اجتماع الرباعية الدولية بشأن اليمن تتوالى. بيان جديد من مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كشف عن أن الاجتماع اتفق على أن تشكل مقترحات الأمم المتحدة خطوطا عريضة للاتفاق المنتظر. وبعيدا عن رد الحكومة وانتظارها تعديلا في الخطة الأممية يستجيب لملاحظاتها، يبدو موقف الرباعية داعما للخطة كما هي، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام الصيغة النهائية للاتفاق، مقررا أن ذلك الاتفاق ستحدد تفاصيله في وقت لاحق خلال المفاوضات. وهو ما يعني بقاء حالة الجمود مع استمرار الهوة الفاصلة بين ما يقرره الاتفاق الرباعي وبين رغبات الطرفين اليمنيين وخصوصا الحكومة الشرعية، ما يعني استمرار انتظار الحل والدوران في حلقة مفرغة من جولات المباحثات. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. فيما يشبه لهات الفرصة الأخيرة يسابق المبعوث الأممي الزمن لجمع شتات اليمنيين، لكن الحرب لا ترى في لهات المبعوث ما يشي بأنها ستتوقف أو حتى تستريح على الأقل في هذا الشتات الطويل، شتات تلوح من خلاله المحاولات الدبلوماسية لوقف حمام الدم المسفوح الذي أغرقت الميليشيا وحليفها المخلوع البلاد فيه منذ عامين. أربع جولات خاضتها الأطراف اليمنية في جنيف والكويت لم تفلحا في تسوية الأزمة اليمنية، تعثرت الخطوات كلها وها هي تعود من جديد لتشق الطريق المفخخ بالدم والنار نحو جولة خامسة، جولة لم تحسم بعد الموافقة عليها ولا يعرف بعد زمان ومكان انعقادها. تقول الحكومة اليمنية إنها لم تتسلم معلومات حول مكان وزمان انعقاد جولة جديدة من مشاورات السلام، وأنها مستعدة للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل في العاصمة الأردنية بدعوة الأمم المتحدة. نعم، ناقشنا هذا الاجتماع ووضعت الأمين العام في صورة تطورات الأحداث في هذا الجانب وموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في الاجتماع لجنة التهدئة والتواصل في عمان بالأردن الذي دعا لها المبعوث، وتقديرها لكل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن. اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق في عمان الهدف منه بحسب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ التحضير لوقف إطلاق النار والتمهيد لبدء مفاوضات جديدة، مفاوضات حث عليها اجتماع الرباعية في الرياض بحضور سلطنة عمان باعتبارها طرفا وسيطا. جدد الاجتماع دعمه للمقترحات الأممية وأكد على المرجعيات الدولية والوطنية لحل الأزمة، مشددا في الوقت ذاته على عدة نقاط أبرزها تسلسل الخطوات الأمنية والانسحابات اللازمة، إصلاح مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاق، واستئناف المشاورات على أساس المرجعيات الوطنية والدولية، وكذا الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الانسحاب، ومن ثم التوقيع على الاتفاقية النهائية بين الأطراف، يعقب ذلك انعقاد مؤتمر المانحين بشأن اليمن، ومن ثم قيام الحكومة بمباشرة الحوار السياسي لإنهاء خارطة طريق الانتخابات ومشروع الدستور الجديد. في طريق الجولة الجديدة من المشاورات ألغام عدة لا يبدو من الممكن انعقادها دون تفكيكها، لأجل ذلك يسابق المبعوث الدولي ومن ورائه واشنطن وبريطانيا الزمن للضغط على الأطراف وحشد الدعم والإسناد للخطة المحمولة في حقيبة ولد الشيخ. وبانتظار ما ستسفر عنه المحاولات الدبلوماسية يبدو اليمن داويا وتائها يشيع موتاه ولا يعرف ما يحمله الغد القادم من بين أضلاع الصراع.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد نثان تك. مرحبا بك سيد نثان. ولو بدأنا من نتائج الاجتماع الرباعي في الرياض، لوحظ أنها كما قال البعض أنها تجاهلت رد وملاحظات الحكومة على خطة المبعوث الأممي. هل يعني هذا أنه لن يتم استيعاب تلك الملاحظات ولن يكون هناك تعديلا في الخطة؟ لا، هذا غير صحيح. نحن طبعا على تواصل مستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية، ونقوم باجتماعات مكثفة معهم على أساس شبه يومي أو يعني أساس كثير، حتى يعني نناقش حالة هذا الصراع. ولكن في نهاية المطاف نحن ما زلنا متمسكين بضرورة قبول خارطة الطريق، لأن هذه الخارطة تمثل المخرج الأمثل لهذا النزاع. يعني طبعا نحن لا نعتبر خارطة الطريق يعني حل نهائي، وإنما هي مجرد إطار، وهي قابلة للتعديل وقابلة للتغيير، ولكن لابد من الانخراط في العملية السياسية حتى يكون هناك تعديلات التي تخدم مصالح جميع الشعب اليمني. فنحن ننظر إلى خارطة الطريق والخطة المرسومة في البيان الرباعي كأساس ونقطة انطلاق للعملية السياسية. نعم سيدك، في البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ورد أن مقترحات الأمم المتحدة المطروحة ستشكل إطارا عاما للاتفاق الشامل، فيما تفاصيل الاتفاق ستقرره المفاوضات. ماذا يعني هذا؟ عفوا أنا لم أسمع سؤال. نعم، في البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ورد أن مقترحات الأمم المتحدة المطروحة ستشكل إطارا عاما للاتفاق الشامل، فيما تفاصيل الاتفاق ستقرره المفاوضات. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يعني طبعا إذا أردنا أن نصل إلى سيناريو نهائي لهذا الحرب، وهو طبعا يعني تنفيذ المبادرة الخارجية وتنفيذ القرارات مجلس الأمن مثل قرار 22 و16، وكذلك طبعا نتائج الحوار الوطني اليمني، فيعني لابد من يعني اتخاذ يعني او تبني يعني خارطة الطريق كإطار سياسي. فنحن ندرك تماما انه هناك اختيارات صعبة على الطرفين. ولكن في نهاية المطاف لابد من التنازلات على طرفين من أجل التواصل إلى السلام. نعم، إذن ما هي الضمانات التي قد تدفع الحكومة إلى القبول بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات والتوقيع على اتفاق نهائي، والواقع دائما ما يشهد لنقض الجانب الآخر لكل الاتفاقات والعهود؟ نعم طبعا، يعني هناك اجماع في الاقليم بين الولايات المتحده والسعوديه والامارات وكذلك بريطانيا والدول الاخرى على ضروره تبني خارطه الطريق والانخراط في العمليه السياسيه. فبسبب هذا الاجماع يعني لابد من في نهايه المطاف قبول خارطه الطريق والشروع في العمليه السياسيه. نحن طبعا نحث الحكومة اليمنية وجميع اليمنيين أن يدركوا بأن لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، لا يمكن في أي حال من الأحوال الانتصار العسكري الشامل، لابد من يعني حل تفاوضي، ولابد من تقديم التنازلات، ولابد في نهاية المطاف المعاشرة بين كل اليمنيين. نعم سيدتك، ما إذا عدنا إلى اجتماع الرباعي الأخير وما خرج به، هل هنالك موافقة للأطراف؟ هل تسلمتم موافقة وأية ملاحظات حول مخرجات الاجتماع؟ طبعا نحن نرحب بقبول الحوثيين بخارطة الطريق، ولكن طبعا نحن لسنا ساذجين بالنسبة للحوثيين. نحن ندرك أنهم يمثلون تهديد حقيقي مثلا للأمن القومي السعودي، ولكن في نهاية المطاف نحن سوف نقيم الحوثيين على حسب أفعالهم وليس أقوالهم.
فيعني الحوثيين قبلوا او قالوا انهم يقبلون خارطه الطريق، والان نحن نحث الحكومه اليمنيه الشرعيه على قبول الخارطه كذلك. يعني وكذلك طبعا لابد من يعني انعاش يعني الهدنه في اليمن وفقا لشروط 10 ابريل، ولابد من يعني اعاده العوده الى هذه الهدنه حتى يكون هناك بيئه مناسبه للمفاوضات السياسيه في عمان وفي اماكن اخرى. نعم سيد تك، ايضا من الملاحظات على مخرجات اجتماع رباعيه كان انه هنالك تركيز على لجان التهدئه التي تم تشكيلها وتم نقلها الى من ظهران الجنوب في السعوديه الى عمان الاردن، هل هو نقل دائم ام نقل مؤقت للتدريب؟ وكيف يمكن الحديث عن لجان التهدئه وما زالت الاعمال القتاليه سارية على الأرض؟ نعم طبعا أنا لا أريد أن أعلق بتفاصيل عن كل هذه الآليات، ولكن بشكل عام يعني نحن وضعنا الثقة التامة بالأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص السيد إسماعيل الشيخ أحمد، ونحن سنستخدم كافة الأدوات الأمريكية الدبلوماسية والسياسية حتى يعني ندفع هذه العملية السياسية قدما. وأنا لا أريد أبدا أن أغض النظر عن الجانب الإنساني، يعني نحن نشعر بحالة من الاستعجال أو حالة من العجولة بالنسبة لهذا الصراع، لأن هناك للأسف الكثير من اليمنيين الذين يتضورون جوعا تحت حصار، لابد من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك طبعا تسهيل الجمارك والتفتيشات في منفى حديدة، ويعني السماح لولوج القوافل الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة في اليمن. نحن نشهد الآن يعني أزمة إنسانية وهي عار على جبينة العالم بكل صراحة. ولا بد من التحرك الدبلوماسي من أجل إنهاء هذا الوضع. نعم سيد نسان، البعض ينظر إلى موضوع إصلاح مؤسسة الرئاسة الذي أصبح موضوعا رئيسيا على طاولة المفاوضات القادمة على أنه رضوخ من المجتمع الدولي لمطالب الميليشيا وتجاوزا لجذور المشكلة والمشكلة الأساسية وهو انقلاب جماعة مسلحة، ما هو تعليقك؟ بكل صراحة يعني هذا الأمر متروك للشعب اليمني وللأطراف اليمنية، نحن لا نريد أن نتدخل في مثل هذه التفاصيل، نحن نريد فقط يعني حل يمثل يعني طبعا احترام للمبادرة الخارجية والقرارات مجلس الأمن وما إلى ذلك، ولكن الحيثيات والكيفيات متروكة للأطراف اليمنية ولا أكثر. نعم، ما إذا تحدثنا أستاذ سيد نثان عن دور الإدارة الأمريكية خاصة الآن وأنها سترحل قريبا عن البيت الأبيض، ما هي فرص نجاح الإدارة الأمريكية الحالية في فرض السلام في اليمن، وكيف هل سنشهد تغير في إدارة الملف اليمني مع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد؟ نعم طبعا هو من الصعب لي ان اتكهن لسياسات الاداره القادمه، حتى الان يعني لدينا يعني طبعا ما زالت هناك اداره اوباما والاداره الحاليه، واستطيع ان اؤكد لكم ان الوزير كيري شخصيا يعتبر الملف اليمني اولويه قصوى بالنسبه له، وقام ب يعني عده زيارات للمنطقه وجهود شخصيه من اجل تقريب وجهات النظر والتوصل الى حل سياسي. فنحن لم ننسى ابدا الشعب اليمني ولن ننسى الشعب اليمني، لان نحن نشهد الصور من هذه المناطق المدنيه ونشهد الصور من المدنيين الذين يعانون تحت القصف والحصار، وهذا يعني دفع هذا ما يدفعنا يعني بذل كافه الجهود من اجل ايجاد السلام والاستقرار في اليمن.
نعم سيد ناثان تيك المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية حدثتنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من الدوحة الباحث والمحلل السياسي جمال المريكي. مرحبا بك سيد جمال. أهلا وسهلا بك وبضيوفك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد جمال، إذا ما بدأنا معك من انطباعك حول مخرجات اجتماع الرباعية الدولية بشأن اليمن، ما هي أهم مخرجات ذلك اللقاء برأيك؟ وباعتقادي أنه ليس هناك وضوح ما إذا كان هناك تراجع حقيقي عن المبادرة التي قدمها والد الشيخ أو أننا يعني في محاولة تمريرها. ليس يعني البيان الصادر ليس هناك ما يمكن ان نقطع به من انه هناك تراجع عن هذه المبادره او ان هناك اصرار عليها، لكن باعتقادي انه المجتمع الدولي حتى هذه اللحظه، نعم انا من وجهه نظري أرى ان المشكله واحده لم تتغير، وهي انه ليست هناك قراءه صحيحه لما يحدث في اليمن. صحيح ان هناك على مستوى التصريحات وعلى مستوى القرارات ان هناك شرعيه معترف بها دوليا وهذه، وان هؤلاء ليسوا شرعيين ولا نتعامل معهم كمكون سياسي، هذا على مستوى التصريحات واضح، لكن على مستوى التحركات الحقيقيه والتحركات الصلبه التي تؤسس للمستقبل ليس هناك ما يدل على ان التصريحات والقرارات هي منطلق للتفاوض. هذا ما نلحظه منذ ان بدات حركه التفاوض في الكويت وقبلها في جنيف، وبالتالي لا نستطيع عندما نحلل ان ناخذ المعطى الوحيد هو معطى القرارات ومعطى البيانات ومعطى اللقاءات، ليس هذا هو المعطى الوحيد الذي نستطيع من خلاله ان نحلل المشهد. النظر لنمط التحركات للمجتمع الدولي وللامم المتحده يدل على ان هناك ما يشبه، دعيني أقول بشكل دقيق، ما يشبه الرضا، ما يشبه التغاضي على الأقل عما تفعله جماعة الحوثي. جماعة الحوثي إذا أردنا أن نتكلم بلغة العقل، فما يحدث في اليمن يصرخ في وجه كل عاقل أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب بشتى وسائله وبإبداع وبتفنن، وتمارس هذا يعني بالمعنى اللغوي لكلمة، يعني دعيني أقول تنوع طرق الإرهاب. قامت هذه الجماعة بما لم تقم به لا جماعة القاعدة ولا غيرها من الجماعات، إلا أن المجتمع الدولي يفاجئنا دائما بعدم التعامل مع هذه الجماعة وفقا لما تفعله هي وليس وفقا لما يقوله الخصوم. لا نحتاج من المجتمع الدولي أن يسمع ما يقوله هذه ولا أن يسمع ما تقوله خصوم جماعة الحوثي، نحتاج من المجتمع الدولي فقط أن ينظر ماذا تفعل جماعة الحوثي ويتعامل معها وفقا لما تفعله هي ولما تفعله ميليشيات علي عبد الله صالح. هذا ما يمليه العقل والمنطق، إلا للأسف الشديد لا نرى أن العقل والمنطق هو السائد في تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. نعم إذن سيد جمال، كيف لنا أن نفهم استماتة جون كيري في إنجاح هذه التسوية وهذه خارطة الطريق، رغم أن فرص نجاحها وأيضا يمكننا القول فرص إمكانيتها لحل المشكلة الأساسية وفرض السلام في اليمن ضعيفة؟ هناك كلام كثير يمكن أن يقال في هذا السياق، على السياق الشخصي لشخصية وزير الخارجية الأمريكي في أيامه الأخيرة يريد أن يكسب نقطة أو أن يسجل إنجازا في سجله الشخصي، وربما هذا سياق من السياقات. السياق الآخر ربما ما كنا نتحدث عنه منذ أن بدأ تحرك جماعة الحوثي من أسوار صعدة حتى وصلت إلى أغلب الجغرافيا اليمنية، ونحن نتحدث أن الأمريكان مقتنعين للأسف الشديد أنه يمكن لجماعة الحوثي أن تكون شريك في مكافحة الإرهاب. يبدو أن هذا التحليل الذي كنا نقوله وكان يؤيده الكثير أنه صحيح، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قناعة ربما مضمرة غير مصرح بها بأن جماعة الحوثي يمكن أن يكون شريك في مكافحة الإرهاب، على طريقة أن الفكرة الدينية لا تقف أمامها إلا فكرة دينية مضادة، ولا وأعتقد طبعا جازما أن فكرك هذه إذا ما اختبرناها بلغة العلم ولغة المنطق لا تصمد بأن فكرة إرهابية ستحارب فكرة إرهابية أخرى، إلا إذا أردنا أن نفخخ المنطقة برمتها. نعم سيد جمال، ما إذا عدنا إلى بيان خارجية اجتماع الرباعية، لاحظنا أنه خلا من أي إشارة إلى جرائم وانتهاكات الميليشيا، كيف لنا أن نفهم خلوه من إشارة إلى شيء هام كهذا؟ وهذا التغاضي يجعلنا نقرأ أن جماعة الحوثي
تقرأ كل هذا على أنه ضوء أخضر. يعني أنا ماذا أحتاج؟ أنا قبل تقريبا 3 أيام علقت على 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 حساب المبعوث الأموي والتشريع، قلت له لو كنت أنا قاطع طريق ولدي حولي مجموعة من المعتوهين وأنا أراقب ما تفعل جماعة الحوثي، ما تفعل الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي، لطبعت أن أسيطر على بقعة من الأرض، وعلى الأقل أشعر بالنشوة عندما يأتيني العالم مفاوضا ويحاول أن يرضيني بجزء من الكعكة حتى أوافق على أن أنسحب من هذه المنطقة أو تلك. يعني هناك تشجيع للفكر البلشاوي بطريقة غريبة جدا. ليس لدينا التفسير الكامل. ربما ما الذي يريد العالم؟ هل بالفعل هناك خطة لتسليم المنطقة؟ هل بالفعل استخدم الآن الملف اليمني كملف يضغط به على السعودية في ظل تغير في السياسة الأمريكية تجاه الخليج؟ تظل كل هذه التحليلات مطروحة على الطاولة. هل تعتقد أن الحكومة يمكن أن توافق على الذهاب إلى جولة جديدة من المباحثات وفق لهذه المقترحات؟ هو الكلام المفيد هو أن نقول أن الحكومة والتحالف إذا أرادوا أن ينقذوا أنفسهم عليهم أن يفرضوا أمرا واقعا على الأرض. هذا النمط من التفاوض باعتقادي لا يفيد شيئا حقيقيا ما لم يدعم تحرك حقيقي على الأرض. أنا عندما آتي إلى طاولة المفاوضات دون أن أقوي شروط التفاوض عن الجلسة السابقة فأنا أعبث بالوقت وأعبث بالبلد. يعني من المفترض أن يكون هناك خطة حقيقية أنه عندما تأتي الجولة القادمة تأتي وشروط التفاوض لدي قد حققتها على الأرض بما يجعلني أكثر قوة. هل العالم لا يفهم إلا هذه اللغة؟ إذا كنت ستأتي إلى 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 طاولة المفاوضات كل مرة وموقفك التفاوضي إما واقف كما هو أو يضعف فأنت عمليا لن تحقق تقدم، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم، من الملاحظات أيضا أن المقترحات الأممية صارت تحظى بموافقة خليجية كما يقول البعض، برأيك كيف ستتعامل الحكومة مع وضعك هذا وما هي خياراتها فيما لو قررت الاستمرار في رفضها للخطة الأممية؟ هو أحد أهم الإشكاليات الرئيسية أن التحالف ليس على قلب رجل واحد بالنسبة لهذه المبادرة وبالنسبة للملف اليمني برمته، وربما تحدثنا عن هذا مرارا. هناك نعم. يعني منذ اللحظات الأولى عندما وضعت المبادرة ذهبت شخصيات كانت يوما ما في الشرعية والآن مؤيدة من قبل الإمارات، ذهبت لتسوق المبادرة في أوروبا وتقول بصريح العبارة أنه ليس هناك حل لليمنيين إلا هذه المبادرة، وهذا أمر مستغرب أن يقوم طرف في التحالف بفعل كهذا. فهذه إحدى أهم الإشكاليات الجوهرية التي ربما تفسر عرقلة الملف برمته. لكن في النهاية والأخير نحن نتكلم عن جوهر الموضوع أننا أمام جماعة آتية من خارج التاريخ وأمام شعب ربما استرخى فترة من الزمن، ربما يعني في غفلة من الزمن كان تقديره خاطئا، لكن لا يمكن أن يقبل بهذا المنطق أن يسود. إذن سيد جمال، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التباين الذي تتحدث عنه في صف التحالف؟ الحكومة إذا أرادت أن تتعامل وأن يكون لديها رأي يعد آراء الإقليم لابد أن يكون هذا مبني على الداخل. نعم. يعني ماذا تفعل الشرعية مع المقاومة؟ هذا سؤال. ماذا تفعل الشرعية مع الجرحى؟ ماذا تفعل الشرعية مع القضايا اليومية؟ أنا تحدثت عن ما يسمى بروح الشرعية. لا تكفي أن يكون لدى هذه شرعية قانونية أنه أتى بالتوافق أو أتى بالانتخاب. ما نحتاجه اليوم على الأقل في المناطق المحررة هو ما أسميه روح الشرعية. روح الشرعية هو الإجابة على أسئلة المواطن، الإجابة على أسئلة المقاوم. إذا استطاعت الشرعية أن تفعل ذلك ولو بجهد بسيط، وأعتقد أن هناك كثير مما يمكن فعله لم يفعل، إذا استطاعت أن تفعل ذلك سوف يكون لديها رأي يعدل من رأي الإقليم. أما أن تسمح لنفسها أن تكون فقط تابعا فأعتقد أن هذه إشكالية ستؤدي إلى نتائج كارثية. شكرا جزيلا لك سيد جمال المريكي الباحث والمحلل السياسي، حدثتنا من الدوحة. شكرا جزيلا لك. إذا بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من دبي المتحدث باسم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سيد ناثان تيك، وكان معي من الدوحة الباحث والمحلل السياسي جمال المريكي. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.